بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت أصور لكم شجرة المورنجة. مورنجة المعجزة، لها فوائد صحية وطبية ممتازة. كل بالإمكان لكم تدخلون على الجوجل وراح تشوفون الفوائد مالتها العظيمة. ننصح بزراعتها بعد ما توفرت في العراق كميات جيدة. لها مميزات راقية، الاستفادة من الأوراق، تأكلها خضراء وتقدر تستخدمها مسحوق مثل البهارات تسويها. يسموها صيدلية الصحراء، تستخدم هواي علاجات مفيدة للمناعة. شجرة المعجزة المورنجة ننصح بزراعتها بكل حديقة بالبيت. يعني فوائدها جيدة جدا، حتى التزهير مالتها يستخدم للعمل من عنده شاي، والبذور مالتها تستخدم للزيت، زيت الطعام طبعا، لأن نسبة الزيت اللي بيها كلش عالي عكس وأكثر وفرة من الزيتون أيضا. ها شجرة المعجزة توكل الأوراق، طعامها جيد. يبلش وقت الحصاد هاي الفترة قبل بلوغ الشتاء، لأن هي متساقطة الأوراق. يعني مثل ما تشوفون الأوراق بلشت تتأذى من البرد، يفضل الآن قطف الأوراق وتجفيفها ومن ثم طحنها بالخلاط بالمطحنة، واستخدامها عدة استخدامات، يعني تعطي نكهة وطعام للمائدة. شجرة قديمة حاليا صارت في العراق، يعني عمرها أكثر من 10 سنوات تواجدت في العراق. أما هاي الشجرة عمرها تقريبا أقل السنة مثل ما تلاحظوها، ارتفاعها حاليا أكثر من 3 متر. أو شهد مثل ما تلاحظون هاي الشجرة قدامكم، شجرة مفيدة وصحية. تتكاثر عن طريق البذور، شهر 4 تزرعها، هيك وقت تلقاها نفس هذا الحجم، سريعة النمو. أما سيقانها تكون خفيفة، يعني مو ذيك القوة مالتها، سرعة الكسر، لأن هي استهلاكية، تتقلم تقليم جائر كل سنة. منظرها جميل، أزهارها بيضاء كلش حلوة عطرية وسريعة النمو وصحية فوق كل هذا. وإن شاء الله من تتوفر بذورها راح نوزعها مجانا. طبعا هتشوفوها هتبلش الزهر رغم انتهاء موسم التزهير، بس بادرات التزهير موجودة. إن شاء الله نوفر بذورها ونوزعها مجانا للراغبين بزراعتها. زراعتها سهلة جدا، تزرع البذرة مباشرة بالأرض المستديمة، خلال 4 أيام 5 تنبت، أكثر شيء أسبوع. مثل ما تلاحظون هاي الشجرة لا عناية لا اهتمام، مغروسة بالشارع، وما شاء الله فقط يعني عدوها العناكب. العناكب شوية يسبب مشكلة، لازم تكافحها من العناكب. رغم هاي ما كافحناها، تأذيت وراحت ورجعت واستمرت بالنمو ما شاء الله، بس من تعطيها مبيد حشرة للعناكب راح تضمن سلامتها وتفرعاتها الجميلة. الصراحة شجرة كلش حلوة، والحلو بيها سريعة النمو. واي استفسار احنا ان شاء الله نتواجد بالتعليقات او بمراسلتي على الواتساب. تحياتي وسلامي للجميع، مع السلامه.